احنا النهاردة في الحلقة الثانية من سلسلة التسبيح اللي بعنوان العبادة العائلية المنتظمة. عايز اكمل واقول انت ما توافقنيش انه ربنا يقدر يستخدم الفترة دي اللي احنا هناخدها مع بعض كل يوم على قد ما نقدر في انها تدوب السلوج التلج اللي في العلاقات بيننا وبين بعض، ولو في حواجز او اسوار تهدها الله يقدر يعمل كده. الاطفال هيتعلموا من صغر سنهم ان هم يقدروا يعتمدوا على الرب، يحبوا الرب، يفهموا الرب، ويفهموا طرق الرب. يشوع قالها واضحة في يشوع 24:15: أما أنا وبيتي فنعبد الرب. المسيح شجع التلاميذ والوالدين بتوع الأطفال إن هم يجيبوهم لي، لما قال: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. ما تمنعش أولادك أنهم يقربوا من الرب. هيقربوا من الرب إزاي؟ عن طريق العبادة العائلية المنتظمة. موسى، الرب أمر موسى أن هو يؤمر الكهنة أن هم يعلموا الوالدين أن هم يجمعوا الأطفال. خمس حاجات، خمس أشخاص دخلوا في العملية. ربنا أمر موسى إن هو يؤمر الكهنة، إن هم يعلموا الوالدين، إن هم يجمعوا الأطفال، وفي اجتماع عائلي منتظم في تثنية 31 عدد 13 يقول: لكي يسمعوا ويتعلموا أن يتقوا يهوه الرب إلهكم، وإنهم يحرصوا إنهم يعملوا بجميع، يعني ينفذوا جميع الوصايا دي. طيب أولادهم كمان، يعني أولادكم أنتوا، يعرفوا ويعلموا أولادهم لما هما ما يعرفوش الله، ويسمعوهم ويعلموهم أنهم يتقوا الرب إلههم كل الأيام. ده بيعلم ده، يعلم ده، يعلم ده طول الوقت. بولس الرسول قال على تيموثاوس أنه كان بيعرف الكتب المقدسة منذ الطفولية في تيموثاوس الثانية 3. هيعرفها ازاي تيموثاوس الا لما الام افنيكي والجدة لؤيس يكونوا بيعلمها له؟ الكلام ده كان واضح في تيموثاوس الثانية 1:5. ودي نهاية حلقتنا النهاردة، وهنتكلم على اهمية عبادتنا معا كعيلة في الحلقة الجاية. يا رب يكون شعارنا دايما التسبيح أسلوب حياتنا.